نزلت فيديو زمان عن طريقة تشغيل ألعاب الستيم بعد الفورمات ونقلها من قرص لقرص، بس كان طويل وشوي صعب. حبيت أعيد الفيديو بما أنه الستيم صار عليه تحديث وصارت واجهته مختلفة نوعا ما. عشان ما نطول يلا نبدأ. مثلا أنا فرمتت وعندي ألعاب على قرص غير السي، شو أسوي؟ زي ما أنتم شايفين عندي ملفين، لعبة CS2 وبرنامج والبيبر إنجن. بس في عندي مثلا لعبة Among Us مش مبينة على الستيم، كيف أظهرها؟ لو فتحت قرص E بتشوف انه عندي بالفعل فولدر للستيم او مكتبة الستيم، لكن على الستيم مش ظاهرة، والسبب انه الستيم مش قارئ المكتبة اللي بقرص E. تعال افرجيك كيف تخليه يقرأها. روح على ستيم، بعدين سيتينجز او الاعدادات، روح على ستورج، افتح القائمة، اعمل اضافة قرص، اتعرف على قرص C لحاله لانه اصلا ما في غيره، واللعبة صارت بالستيم. ومثل ما انتم شايفين القرص عليه Among Us وول بيبر انجن لانه بالفعل كان هناك وحذفته. تخلص من اللاج في العابك من خلال تقليل البينج في اي لعبة انت بتتخيلها، فمثلا ممكن يكون بينجك 120 يصير 60 ولا 40. فإذا كنت مهتم بالتفاصيل أكثر راح أكون تارك لك تحت الفيديو رابط الشرح ورابط التحميل إن شاء الله. طيب مثلا في حال كنت بدي أنقل لعبة أو برنامج من قرص إلى قرص، زي ما أنتم شايفين والبيبر إنجن موجود على قرص دي وبدي أنقله إلى الإي مثلا. إذا كانت الإي ما عليها مجلد للستيم، كل اللي علي إني أختار أي لعبة أحمل منها جزء بسيط على القرص اللي بدي أنشئ عليه مجلد للستيم. اختار اللعبة اللي بدك إياها أو أي برنامج على الستيم، اعمل له داونلود على القرص اللي إحنا بدنا ننقل عليه البرنامج. بعد ما ينزل أول ثواني اعمل ايقاف للتحميل. صار في مجلد ستيم على القرص اللي بدي انقل عليه اللعبه. عشان نعرف مكان اللعبه او البرنامج كليك يمين عليه واعمل مانج ثم براوز لوكال فايلز، وطبعا بتعمل باك لورا. دائما ملف اللعبه او البرنامج راح يكون جوا مجلد كومون زي ما حكينا. اعمل كوبي او كت والصق المجلد تبع اللعبه او البرنامج داخل مجلد كومون اللي انشاناه من جديد، ومبروك عليك. هيك انا انتهيت. اذا فتك لا تبخل علي باللايك والشير، والرب يبارك الجميع. السلام عليكم.